السلام عليكم، كي دايرين الخوت الخواتات؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. قال لك ايريك، شحال هادي نصور لكم فيديو في الصباح، دائما كتشوفوه في الليل، كي صحت الليل اليوم كتشوفوني في الصباح. نعم سيدي ونعم لله. هاد الفيديو ديال اليوم واحد الفيديو اللي فيه غادي نعطي لكم فيه شويه النصائح، وغادي ندير معكم واحد الخرجه اليوم تشوفوا الاجواء حدا الدار ديالي. بالنسبه لليوم الخوت، قال لك راه الدول الاوروبيه راه كتصدر قوانين ضد المهاجرين، سواء الغير الشرعيين والشرعيين. ويا لالا ويا سيدي، بالنسبه للجاليه المغربيه اللي عندك شيخ خوك شيختك، بارطاجي ليه الفيديو باش يستفد منه. قال لك سيدي، الدوله الالمانيه هي الام، الدوله الالمانيه هي الدوله الام اللي كاع اوروبا كتصنت ليها. منين هاد الدوله كدير شي قانون ولا كتصدر شي قانون، كاع كينقلوا منها، فهمتوا؟ ايوا. قال لك هاد الدوله الالمانيه يا لالا ويا سيدي، قال لك القوانين اللي بغات دير انه غادي تسحب الجنسيه الالمانيه من المهاجرين اللي كيئيدوا شنو كيوقع لهيه في الحرب. بلا ما نذكر لكم، راكم عارفين باش ما يتحلفش ليا الفيديو. وقال لك سيدي، باش تحصل على الجنسيه الالمانيه ضروري خصك تعترف بالدوله الاخرى اللي كتهاجم هذيك الدوله. بلا ما نذكر، راكم عارفين خصك تعترفوا بها كشرط من الشروط انكم تحصلوا على الجنسيه الالمانيه. وهذا الشيء الا درتو المانيا، هضروا عليه في البرلمان وتطبق في القانون الالماني، غادي الدول الاوروبيه كاملين غادي يمشيو ينقلوا منها يديروا نفس القانون. اليوم في اسبانيا في هذا الاسبوع، دابا شي يومين ثلاث ايام، الحزب ديال فوكس قدم سميتو هذا القانون اللي بغى حتى هو انه يتحيد الجنسيات من العرب او اللي كينتميو للدين الاسلامي. قال لك سيدي، هاد الناس راهم ار وكملوا من عندكم بلا من نكمل باش ما يوقع لي والو الفيديو. وانا علاش كنقول لكم هاد الشيء؟ لانه بزاف ديال الخوت ديالنا كيعبروا على الراي ديالهم. كاينين بزاف اللي كيخرجوا مظاهرات كيئيدوا الطرف المضرور في هذيك البلد، وهاد الدول كتمنع. قال لك سيدي، كيمنعوا هاد المواطنين اللي عايشين في هاد الدول الاوروبيه باش يتظاهروا ولا يئيدوا هاد الدوله المظلومه. قال لك سيدي، واللي كيحرض، هادي كتقولها المانيا، وقال لك سيدي اللي كتحرض على الدولة الأخرى اللي كتهاجم، يعني كيحرض عليها في السوشيال ميديا ولا في سميتو، راه عنده عقوبة سجن ديال 6 شهور. باش كنقول لكم هاد الشيء، باش مش نخوفكم، غير باش نحذركم باش تنتبهوا شنو كتقولوا في السوشيال ميديا. ولا كاينين بزاف ديال الناس اللي عندهم يوتيوب، عندهم تيك توك، كيهضروا كيخبصوا في الهضره، كيقولوا اي حاجه وكيعبروا على الشعور ديالهم. هما اصلا ما غاديش يديروا حتى شي حاجه، ما غاديش يبدلوا حتى شي حاجه، ولكن فيهم غير الهضره، كيهضروا اللي واقع راه واقع، لا انا لا انت غادي نبدلوا والو، غير كنهضروا. ولكن حاول ما امكن انك ما تتكلمش في هذه المواضيع، خلي هذا الشيء يتحل. كاينين الناس كبار اللي يقدروا يدخلوا ويحلوا هذه المشاكل اللي واقعه تماك. حنايا ما يمكنش لينا ندخلوا في هذا الشيء، وما يمكنش نهضروا في هذه المواضيع باش ما يوقعش لينا مشاكل اللي غادي تضر بينا، اللي غادي يحيدوا منا الوريقات ديالنا وغادي يرجعونا للبلد ديالنا. وهذا الشيء كنقول لكم، راه حتى ايطاليا تشكت من هذا الشيء، لانه عندها بزاف ديال المهاجرين غير الشرعيين، راه كتشكي للدول الاوروبيه انه يديروا حل مع هاد المهاجرين السريين، لانه هي ما قدرتش مع هاد المهاجرين. وباش تعرفوا انه الجاليه المغربيه الغير الشرعيه، يعني الناس اللي ما عندهمش الوريقات يلاه واصلين، قال لك سيدي ويا لالا خص
خصهم يخافوا بزاف، لانه الا تشدوا في شي مظاهره ولا في شي حاجه كيوقع ترانسفير البلد ديالو وما كيفكروش فيه نهائيا. كنقول لكم هذا الشيء انه في هذا في هاد الوقت اللي عندنا دابا اللي فيها بزاف ديال المشاكل، الانسان خصو ما يخرجش بزاف، يبقى في دارو يتلهى مع المشاكل ديالو، ما يدخلش في هذا الشيء ديال الشبوقات، وما غاديش يخرج يتظاهر ولا يدير شي حاجه اللي ما في الاخير اللي غادي تهلكم. المهم اخوت انا نبهتكم، الى عندكم شي عائله شي واحد من العائله ما عندوش الوريقات، ولا شي وحده ما عندهاش الوريقات، ولا ولا عندكم خوتكم هنايا في هذه الدول الاوروبيه، حاولوا تهضروا معهم باش ما يوقعوش في شي مشاكل كما هذه. وحنايا بغينا انه السلام يعم السلام في العالم، ما بغيناش الحروب نهائيا، وحنايا ما ضدش حتى شي اي دوله، فقط بغينا انه هاد الاطفال الصغارين يحميوهم باش ما يموتوش في الحرب، لانهم ما عندهمش ذنب انهم يموتوا في هاد الحروب اللي كتوقع بين ناس كبارين، ولكن هاد الناس المواطنين اللي ما عندهمش لا ما عندهمش شي علاقه كيموتوا في الحرب فقط. المهم الخوت الخواتات، انا غادي نخرج معكم اليوم، غادي نوري لكم الاجواء شويه ديال الاجواء عندي قدام الدار ديالي، ونتمنى الفيديو هذا يتبارطاجو، ونتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، واستناوني نرجع معكم دابا. ايوا هانا يا الخوت، انا في السوق مع الصديق ديالي، ها هو روتر بيناكي ميرا 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 ميرا. المهم الخوت غادي نوري لكم السوق دابا، بقاو معايا غادي تشوفوا شنو كاين هنا في هذا السوق، وشريت بزاف ديال الحوايج اللي غادي نوريها لكم في اخر ديال الفيديو. يلا هي لالا ويا سيدي زيدوا معايا، ليتس جو نشوفوا شنو كاين في هذا السوق. كما كتشوفوا عامر بالناس. ايوا ها لالا ويا سيدي، القيطون المغربي والشاي المغربي مع اتاي. شوفوا القور، قال لك لالا ويا سيدي جالسين شادين الطبله وكيشربوا لك اتاي المغربي. هاي ها لالا ويا سيدي، يلا نزيدو نشوفوا شنو كاين اخر. يلا يلا بعد ابو كريشه خليني نشوف العسل. ايوا بعد لالا خليني نشوف، هذا هو العسل الحر. شوفوا يا لالا راني شريت منه 25 اورو لهاد القرعه الكبيره. شوفوا شوفوا ما شاء الله العسل الحر كيجيبوا عندهم، هادو كيربوا النحل وكيجيبوا العسل. شوفوا عندهم الصغار اللي كيديروا 3 اورو. المهم انا شريت من عندهم العسل وباقي عندي، مازال ما تقضاش ليا. يلا زيدوا نكملوا الطريق ديالنا نشوفوا شنو كاين اخر. يلا شوفوا يا لالا الحلوى، الزيتون الزيتون، عايز حاب لكم الزيتون المغربي هذا، هذا ماشي الزيتون المغربي، هذا الزيتون الرومي، هذا هذا الزيتون النصراني يا لالا ويا سيدي، حتى هما كيديروا الزيتون بحالنا. والجبن راني شريت من عند هذا السيد، قال لك سيدي عنده الجبن بهذاك الشيء الرفيع. وهذا يا لالا هذا الغزال ديالي، قال لك يا لالا شاف ليا في واحد الكلبه وهي تشوف فيه وهو يعشقها وهي تعشقه. ايوا صدقنا خارجين وصدقنا يا لالا اللي قال لك بغى يتزوج، راه شاف واحد الكليبه راه كيشوف فيها واحد الزويونه غزاله حتى هي قلت لك. ايوا من عند الحاج بوزيان شرينا هاد الحلوه، هاد الحلوه عقلتوا عليها، كاينه فيها ديال اللوز وكاينه فيها ديال الكاوكاو. ايوا شريت لك لالا واحد الميكا، قلت هاد الليله غادي نقشب. ايوا دزت على هاد الحانوت ديال السيوفه ديال الخشب، قلت غادي نشري واحد السيف غادي نحارب به ان شاء الله، الا وقع شي حاجه غادي نحارب به. ايوا لالا ويا سيدي قلت لك هاد فاطمه وميمون جالسين كيبيعوا في الشماع، قال لك هاد الشيء ديال الشماع عندهم داك الشوار. وتستمر الحياة، سوى الأجواء جميلة، وهاد السيد كيبيع لنا الحلوى، قال لك الحلوى ديال التفاح راه غادي نشري من عنده ضروري ضروري.
ايوا يا لالا ويا سيدي، قلت لك هاد الحانوت ديال اللحيمات والشحيمات لو كان شافو شحال غاليه. قال لك سيدي فيه رجيله ديال الدجاج وفيه رجيله ديال الحلوف، كلشي مخلط مجلط. ايوا هنا الخوت رجعنا عاوتاني، الفيديو ديالنا سالا. شريت لكم السيدي ويا لالا، شوف شنو شريت. شكون عقل على التفاح بالحلوه؟ شريته من السوق اليوم، وشريت هاد الحانوت اللي كنت صورت لكم، الحانوت ديال الماكله ديال الكلاب. شوفوا على حوايج عجيبين غريبين. شفتوا هادو 12 حبه ب 25 الاورو، بحال اللحم بحال قديد. هو اللحم ديال سميتو مخلط ديال الدجاج ديال البقر ديال الحلوف. 25 الاورو لهذا الشيء. شوف قال لك سيدي راه فيتامينات ديال لي زانيمو الحيوانات. وشريت هاد الجبن، هاد الكيسو ديال الماعز، قال لك هذا قوي بزاف. كيجيبوها هادو كيصنعوهم هما النصارى، كيصنعوهم في الديور ديالهم وكيبيعوهم في هاد الاسواق. انا كيعجبني بزاف الجبن ديال الماعز، هذاك اللي فيه الريحه قويه بزاف كيعجبني بزاف، وجبت هذا. نتمنى الفيديو يعجبكم، نتمنى تستمتعوا معايا هذا اليوم في هذا الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل. السلام عليكم، وما تنساوش غدا عندنا اللايف. باي باي.